وهكذا يعلمنا الله معنى الاستقامة ويعلمنا الحذر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فما واجبهم تجاهها؟ يسقط فيها ويقول سيغفر لنا، الله غفور رحيم. الجواب: كلا، ما هكذا علمنا الله، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم: وأمر اشتبه لك فدعه، وأمر اشتبه لك. قال: الأمر أمران، أمر بان لك حله فخذ به، وأمر اشتبه لك فدعه. المشتبه يترك. لماذا هذا؟ لأن دين الله مستقيم لا يقبل النقائص وإن دقت. معقول حتى لو كان شوية، حتى لو كان شوية. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شرك، من شرك، ها؟ من شرك، من كبر، متكبر يعني، وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يشم ريح الجنة. شويونا طشونا، هي طشونا، حتى الطشونا، حتى الطشونا. نعم، هذا 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 حكم رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. مثقال الذر من الكبر يحرم على صاحبه أن يشم ريح الجنة، عشان ما يجي جائن. معقولة بيدخلنا النار على مثقال ذرة؟ معقولة ونص بعد، معقولة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القليل من أموال الناس يورث النار. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. شوي ونبس، ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك. الراك معروف، إيش يعني قضيب من أراك؟ يعني عصا كمذيع عتم؟ لا، ولو كان عود مسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. يعني إزرة أو ثوب المسلم، المسلم المؤمن يعني ثوبه فوق جوزته، فوق الكعبة، فوق الجوزة. وله الأصل أن يكون نصف الساق، هذا هو الأصل، وله أن ينزل به إيلين فوق الجوزة. إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ينزل من النصف إلى فوق الجوزة، لا يرتفع عن النصف ولا ينزل فوق دون الجوزة. وما أسفل من الكعبين من الإزار، أين يا رسول الله؟ وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. معقولة؟ هي معقولة، هي معقولة. أنت بتكون أحسن من مدعم؟ مدعم هذا رجل، مدعم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المنقبة الثانية، وقتل تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقبة الثالثة. صحابي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم،
قتل شهيدا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة هنيئا له الجنة فائز. كان إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا أخذ حمله ووضعه على الأرض من على البعير وأخذه وانزله على الأرض، فإذا هم بالرحيل وضعه في موضعه ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم خدمات. فجاء سهم طائش، سهم من المشركين، فأصابه فخر صريعا. فتهاتف الصحابة قالوا هنيئا له الجنة، صحابي يقاتل في سبيل الله يخدم رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لا. لماذا يا رسول الله؟ ايش نسوي ذا؟ اشرك؟ لا. قال ان الشملة خلقه، يعني خلقه، ان الشملة التي اخذها من الغنائم يوم خيبر قبل ان تقسم الغنائم لتشتعل عليه نارا. رواه البخاري ومسلم. باب غزوة خيبر. ومر صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى وربي إنه لكبير. أما أحدهما فقد كان لا يستبرئ من بوله. إيش يعني ما يستبرئ؟ كما حالة كثير من الناس، تو يسكر باب دورة المياه عاد ينضح الماء في الدلو وعاد يترشرش وعاد يطلع. ايش وحيت تسوي انت؟ ايش وكيف وحيت انت تتطهر؟ كيف وحيت تتطهر؟ ما واحد يتطهر ذا. هذا يتبول من صوب ويغسل في نفس الوقت، يتبول ويغسل في نفس الوقت، وعاد ساير يتوضا ويقطر النجس في ثيابه وهو ما شاء الله خاشع. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت خاشع والنجس في ثيابك وصلاتك باطلة وأبدا ما ارتفعت صلاتك فوقك شبرا، هو خاشع. قال صلى الله عليه وسلم والاستبراء، إيش معنى الاستبراء؟ أن يتأكد من انقطاع البول. انتهى، تأكد تماما من انقطاع البول، بعد ذلك يستنجي بالماء. وهذا لا يفعله إلا الفقهاء اللي عندهم فقه شوي ومعرفة في الدين، وهذا الذي يجب على الكل. وأنزل الله فيه قرآنا، أنزل في هذه المسألة، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ورأى علماؤنا المغاربة وجوبه. والشيخ أحمد الخليلي يحفظه الله يقول والأحوط العمل به، الاستبراء التأكد والاستجمار. وهذا المشايخ نبي لهم تفصيل في المسألة إن شاء الله في حلقاتهم الخاصة. نعم. قال أما أحد أصحاب صاحبي القبرين كان لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة، ولذا هما يعذبان في قبريهما. فإذا المسألة خطيرة ولا لا؟ في غاية الخطورة أن الإنسان يخل بشيء من صراط الله القويم فيتساهل أو يتنازل ويقول ما مشكلة، الله غفور رحيم والله واسع المغفرة، واسع المغفرة لمن تاب.